صباح ولا اليوم نوريكم كيفاش نديرو بغرير ديال الروز. ايه بغرير ديال الروز، ما بغيتوش تيقوها، غتشوفوها دابا قدام عينيكم. سالينا من الاخر المقادير، خصكم خلاط. احنا بدينا عاوتاني بالتفليه، خصكم خلاط خصكم خميره، خصكم بيضه. لو ما كانت عندكم بيضه، ما عندي ما ندير لكم، المهم جيبوا بيضه. خصكم اش كيسميوها هذه بالدارجه، بيكنج باودر، بيكنج باودر، خمارة خمارة. خماره. ايوا صافي خمارة. خصكم الروز، الروز دابا نقول لكم كيفاش خصكم توجدوه، خصكم الملح، خصكم الزيت. المهم كنا جربنا درنا بهذا نفس الطريقه، نفس كلشي، نفس الانغريديانس، ما صدقش من حيث هذا بحال راسو قاصح شويه، ما كيبغيش يسمع الهضره، داير بحال بلاستيك تطيب ماشي شي بحال ما كيتعجنش، ما كيرجعش من حيث دابا القضيه شنو فيه. هذا ما فيهش جلوتين بحال اللي عندكم دابا البغرير، ملي كديروا الطحين، الطحين فيه جلوتين، الجلوتين كي هو كيشد. المادة الإلاستيكية، كيشد تيجمع راسو، فما تبقاش مشتت، ما تبقاش الخليط مشتت وسايح. أما الروز هذا بحال تيخليه سايح وما تيبغيش يتعاون هذا معانا. بزاف كاع ما فيش النيشة ما فيهش تقريبا، النيشة داك تقريبا، النيشة هذا ديالك. فيه النيشة. على بيها هذا ملي كطيبو كيتعجن، وهذا ملي كطيبو مكيتعجنش. حنا بغينا اللي كيتعجن، حيت حنا دابا كنديرو عجينه من الاخر. وهذا تيدير به بحال ورق عناب وتيحشيو به ليك الكوسه اما هذا السوشي، ما ينفعش. حتى السوشي ما غديرش السوشي بهذا، غديرو هذا بحال ما هذا. يجيش بهذا. خاصنا الالاستيك تيكون تيتلصق. كتغسلوه مزيان مزيان، ومن بعد تديروه في شي طاسه ولا زلافه ولا اي حاجه عندكم تقدروا تغطيوها ياك، وتفزقوه فيها بحال اللي غتفزقوا الحمص ولا المهم داكشي ديالكم اللي كتفزقوه. المهم ياك كتفزقوه ذا مينيموم ديال الوقت ساعتين، ما يمكنش قل من ساعتين، حيت ما غياخدش وقته باش يرخي داك ستارش ديالو بحال الطحين ديالو. من بعد مني كيفزك من السوايع الفوق، تقدروا حتى تبيتوه الا بغيتو. من بعد كتصفيوه في الصفايه وكتشللوه عاوتاني بحال اللي درنا حنا دابا، وتحطوه في الخلاط. هانتوما تشوفوا الستبس. دابا غادي تزيدوا عليها الخميره، الخميره الناشفه، غديروا قريب معلقه صغيره ولا جوج على حسب الكميه ديال الرز اللي عندكم. شحال درتي هنايا؟ شحال هادشي؟ جوج قداك. جوج قداك. المهم من حيت عندنا بزاف ديال الرز، قريب النص ديال الطحانه ديال هذا الرز هذا غير ناخذ. اوكي بزاف انا ما تبغيش الملح. انت ما تستويش الملح هكا. صافي قد هكا الملح. المهم الا كنتو كتبغيو المذاق ديال الملح غالب، ديروا الملح اللي قدرتو عليه، راه كلكم كطيبوا كتعرفوا داكشي يعني من الاخر. اللي فيه الملح ينقص، اللي فيه الملح ما يديرهاش، واللي ما فيهش الملح فيه الرز يدير الرز، واللي فيه الكوليسترول يدير الكوليسترول. هذه ما عنده ما يخاف، ما يخافش. لا صافي دابا الماجيك كامل، سحر كامل. فاش ماشي تتشال الطحانه ضربه واحده، سحر كامل. فخصك ديرلها طف 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 شويه بشويه هلاك. ما فيهاش الماء غير القيطه. بالميزان نزيدو جوج معلقات الماء، شويه بشويه تزيدوا الماء، ماشي بدقه بالتدريج باش يبغي. ما لا عندهم شي ماكينه اخرى فيها تهرس مزيان غير ميكسر، يديروا الماء وكل شيء وخلاص. ما يهديوش بزاف باش ما يفسدوش الماكينه، ما فرصوش عليه لهنا الروز. في النهايه جوج معلقات اخرين، نحركو نفكوها باش ما المعلق ديالنا سكت.
دابا غنزيدو بيضه باش من حيت البيضه كتجري، وخصنا نشوفو دابا النسبه ديال التقليه البيض عاد ماشي من حيت دابا تقيل حتى نزيدو بيضه، انا نعرفو واش مازال خصنا نزيدو الماء ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلوه شنو سميتها؟ خماره ولا بيكين باودر؟ ما كتبغيش تقولي لي بيكين باودر، كعارفه وراك خماره. خماره تيقولوا معظم البنات تيقولوا خماره ديال الحلوه. بيكين باودر ديال الحلوه، ايوا شكون ما تيعرفش خميره الحلويات. المهم ديك ألسا او ايدي اللي كتعجبكم نتوما. دابا هذه دابا خصكم تسخنوا المقله ديالكم، جيبوا المقله اللي عندكم كتلصق بزاف، يعني مقله تتلصق خصها تكون تتلصق بزاف، يعني ملي دير عليها حاجه خصك تبقى تقشرها. المهم راه ما تصلح لكمش مقله ما كتلصق. بغيتي لهم الخير وما دهنوهاش بالزيت كاع، فهمتي؟ دابا واخا تشوفونا عكس عكوس، دابا واخا تشوفونا كندهنوها بالزيت ما خصكمش نتوما تدهنوها بالزيت باش تلصق، فهمتي؟ هذاك هو الهدف ديالنا، هو السكر، الهدف ديالنا بغيناها تلصق، بغينا نكرطو حنا المقله ونخرجو داكشي من المقله كمكرط. باش تجي منين داك الكراطه تجي منين؟ شتي دابا فهمتيني، كتتكرطها وتت راك تما راك تما تتهنا مزيان مزيان، وخصهاش تكون سخونه بحال البغري، بحال نظام البغري. صافي دابا كتكملوا بحالكم بحال اللي غديروا البغري، ما كاين حتى شي فرق، غير هو الروز تيكون ستيكي شويه على بها تندهنوها بالزيت وباش نتاكدوا باللي المقله ما عطاتش. ماشي بعصار هذه بورسلين، بورسلين ضروري شويه ديال هكا. دابا حزي عندك عندك اش بقيتي دايره؟ ما نشوفوش راه غادي تحرق لك التليفون. لا ما تخافيش انت، شوفي لا تنسوا دابا تهيدوها من العافيه باش ما تحرقها لكمش، وتديروا الكوبه الاولى ديال البغرير. ايوا ايوا تماك